السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم جميعا. من يومين قريت خبر على الفيس إن في مفكر، هو مسمي نفسه مفكر، اسمه سعيد أبو ثقبة، بيقول إن في الوقت اللي كان فيه الغرب بيفكروا في عمل القطار البخاري، كنا إحنا كمسلمين بنفكر في تفسير صحيح البخاري. يعني قطار بخاري وصحيح بخاري، عايز يعمل كده جملة متلازمة مع بعض يعني، وعايز يقول يعني إن إحنا متخلفين كمسلمين يعني، والناس في أوروبا عملت القطارات البخارية وعملت وعملت، وإحنا يعني في التخلف بتاعنا وفي الجهل يعني. وواضح إن الأخ أبو ثقبة ده عنده مشكلتين، أو عنده ثقبين تاني زيادة عن الثقبين اللي عنده. الثقب الأول إن هو عنده ضحالة في الفكر، ما ينفعش أقارن علوم إنسانية كالعلوم الدينية بالعلوم الهندسية والكيميائية وعلوم الديناميكا الحرارية والمحركات وهكذا، دي ما فيهاش مقارنة. النقطة التانية إننا هو عنده جهل رهيب رهيب في المعلومات، لأن لو قرأ شوية عن عالم مسلم اسمه تقي الدين الشامي، تقي الدين الشامي ده كان أساس أو الأب الروحي لعمل المحركات البخارية، والكلام ده كان سنة 1551، يعني قبل حوالي 300 سنة أو 280 سنة بالضبط من اختراع القطار اللي بيتحرك بالمحرك البخاري يعني، أو القطار اللي بيتحرك بالبخار. ف يعني أنا مش عارف الناس اللي هي عندها مشكلة مع المسلمين وعندها يعني حقد على المسلمين، وللأسف هو بيبقى مسلم يا عمي. يعني حتى لما بتعمل حقد أو حاجة زي كده، قول معلومة صح، دور على المعلومة الصح. أنا في المقال اللي أنا هسيبه لكم تحت ده كاتب فيه مين اللي اخترع المحرك البخاري، ومين كان ليه الفضل في عمل أول محرك بالبخار قبل الاثنين الإنجليزي اللي عملوا القطار البخاري ب 280 سنة. ياريت تقروه وتقولوا لي رأيكم فيه. سلام عليكم.